السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا اتكلمنا عن الانعام، فانا عشان نخلص الانعام فعندنا في سورة الزمر قلنا الآية 6، قال تعالى ان هي اول الآية: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم، إلى آخر الآية. فهنا بين لنا في الآية إن الأنعام 8 أزواج، إحنا قلنا إيه هما 4 ذكر وأنثى يبقى 8 أزواج، لأن الزوج بيطلق على الذكر وبيطلق على الأنثى بس بالمفرد، يعني زوجة بنقول زوج والزوج برضه بنقول زوج. فهو الزوج الضأني اللي هو الخروف واحد، والنعجة بتاعت الضأني اللي هي النعجة أو أنثى الضأني يبقى ايه 2، فأصبحوا 2، 2 ضأني، 2 ماعز، 2 بقر، 2 إبل. قلنا فسرها في الآية كام؟ في الآية بتاعت اللي هي الأنعام، في الآية 143 144، لما بدأ بالآية 143: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين، لغاية آخر الآية. وبعدين الآية اللي بعدها: ومن الإبل 2 ومن البقر 2، يعني عندنا 2 غنم واتنين الوضاني واتنين ماعز واتنين بقر واتنين جمل اللي هو 8، اللي هو الكتاب المقدس بقول ايه 6، يعني ضايف عليهم الوبر وضايف عليهم الأرنب، واتكلمنا فيه، احنا ملناش دعوة بالموضوع، بس احنا هنا بنتكلم على حاجات تهمنا دلوقتي اللي هو خاصة بالأنعام. فسورة الزمر اللي هي الآية